سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من جملة الوسائل اللي ذكرها القرآن الكريم على لسان هذا العدو الأكبر لنا الشيطان، أكو أربع وسائل مهمة، أربعة أهداف مهمة للشيطان. تحدثنا عن الإضلال الشيطاني للإنسان وفق النظرية القرآنية، تكلمنا عن بعض المصادر في هذا الجانب، أيضا انتقلنا من الإضلال إلى الأماني والأمنيات، لأمنينهم اللي تحدثنا ربما بالليلة الماضية عنه. حقيقة الآن بدأ الوقت نوعا ما نتضايق وياه، لأن أنا من ليالي الإمام علي سلام الله عليه من يوم الأحد إن شاء الله راح نبدأ بحديث إلى ما إن شاء الله عز وجل إن وفقنا لذلك في خصوص هذا الموضوع الأساسي، ألا وهو نظرية القتال في القرآن، وجهة نظر الإسلام في هذا الجانب، لأن الآن جاي نؤخذ على حين غرة. شوف وجهة نظر الدين القرآن الإسلام حول هذا الموضوع شنو. طبعا إنما نحن ناقلين لآراء ولأفكار ولتوجهات علمائنا لا سيما المحققين منهم، فلذلك الوقت جدا ضايق. ولذلك بدأت أمشي بالآية الكريمة وفقرات الآية الكريمة على وجه السرعة، وإلا لأمنينهم حديث كحديث لأضلنهم. في هذه الليلة نمر على وجه السرعة والحديث عنها يطول هذه الفقرة، وتبقى لنا فقرة نشوف أن الله عز وجل إذا أعطانا مجال إلى هذه الليالي، على اعتبار الليلة القادمة يوم ولادة الإمام الحسن ويوم السبت أو الجمعة راح يكون هناك احتفال في الوقت، يعني ربما تبقى لنا بس ليلة واحدة وهو يوم السبت نتحدث عن فقرة على وجه السرعة لنلج في أيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أعاده الله علينا وعلى سائر المسلمين بالقبول والرحمة والتوفيق بإذن الله تبارك وتعالى.
الآية الكريمة قالت ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. فقرأ وايد مهمة تقرأ من قبلنا كثيرا في هذه الليلة على وجه السرعة، نحاول أن نسلط الأضواء على هذه الفقرة. ليش؟ يعني القرآن الكريم يقول أولا ما هي الأنعام؟ شنو ربط الشيطان بالأنعام أصلا؟ الشيطان موجود غير والأنعام موجود آخر، شنو لأبتكن آذان؟ ربط الشيطان بالأنعام. ثم لما الأذن؟ الأذن ليش دون بقية أجزاء الجسد الأخرى؟ لما معين الأنعام، رجل الأنعام، يد الأنعام، ليش الأذن بالذات؟ هناك مجموعة حقيقة من الأسئلة، يعني حينما يقرأ الإنسان هذه الفقرة تجي تسلسل هذه الأسئلة وتحتاج إلى جواب. بداية سجد إحنا نقدر ناخذ من إجماليات هذه الأمور اللي ذكرناها، بداية الأنعام تطلق ويراد بها الأنعام الأربعة كما لا يخفى على الجميع. الأنعام الأربعة الظأن والمعز والبقر والإبل، أي وعبر عنها بالأنعام الأربعة. أيضا ما يخفى على أحد هذا الأمر، وإنما ننقل إلى زين إلى علماء إن شاء الله في هذه القضية. الظأن هو صنف من الغنم، والمعز أيضا صنف من الغنم. فرق الظأن عن المعز، هذا غنم وذاك غنم، أن هذا يغطى جلده بالصوف الظأن، وذاك يغطى جلده بالشعر. فإذا عندنا أربعة شنو؟ أربعة أنواع من الأنعام. زين قد تقول لي شنو الآية المباركة؟ ليش قالت الله الذي أنزل عليكم شنو؟ ثمانية أزواج من الأنعام، ثمانية أزواج. وثمانية أزواج شلون يصير أربعة؟ أنت قلت أربعة والقرآن قال شنو؟ قال ثمانية أزواج. ثمانية أزواج على اعتبار كل فرد مع شنو؟ مع أنثى. يعني الظأن الذكر مالته يقولون عنه الكبش، الأنثى مالته يعبر عنها أجلكم الله بالنعج، المعز ذكره التيس، الأنثى مالته العنزة. فإذا حينما يقول القرآن ثمانية أزواج يعني الظأن الذكر والأنثى، المعز الذكر والأنثى، والبقر هكذا والإبل. فش يصير عندنا ثمانية أزواج؟ سألنا في القضية. المهم هنا القرآن الكريم قال لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. شنو يعني البتك؟ شنو معناه؟ الأنعام افتهمناه والآذان هم نفتهمها نعرفها. البتك شنو؟ يقولون باللغة العربية كلمة البتك تعني القطع. لا ابن منظور وغيره بالتهذيب يقولون البتك يعني القطع. سيختلفون بعضهم يقول كلمة البتك قطع ولكن من الأصل. إذا تريد تشلع شيء من أصله من جذره شو تقول عنه باللغة العربية؟ تقول عنه البتك. ويذكرون أمثلة في هذا المجال، إذا قبضت على ريش أو على مثلا صوف ثم جذبته إليك جذبا حتى انقطع من أصله من جذره فقد ابتكته، يعني قطعته. يذكرون هذا المعنى. بعضهم يقول لا، البتك مو قطع من الأصل، وإنما حتى لو كان من فوق يعني أمور تجي بيديك تبقى معلقة ويبقى الأصل موجود أيضا يعبر عنها، يعني جزء من الشيء، قطع جزء من الشيء مو كل شيء، لا جزء من الشيء. هنا يقولون هذا أيضا يعبر عنه بالبتك. ويذكرون أيضا جملة من الأدلة العربية، منها قول زهير صاحب هذه المعلقات المعروفة إذا ما هوت كف الغلام لها طارت. إذا من يجي واحد
يلزم الطير، مو؟ يقول إذا ما هوت نزلت كف الغلام علمت على الطير، إذا ما هوت كف الغلام لها طارت، وفي كفه من ريشها شنو؟ بدر، يعني جزء، جزء من هذا. بس تقول طيب ثم ماذا؟ من أصل شنو دخل هاي القضية بالآية الكريمة؟ وأنا لها دخل، ودخل كبير مهم، لأن الآية شنو قالت؟ ما قالت كلمة ثانية، قالت بات، قالت لأبتكن آذان الأنعام، ما جابت كلمة جديدة. ولذلك الاختلاف اللي باللغة العربية فهم كلمة البت نفسه وين انقلب؟ انقلب على التفسير. ولهذا العلماء انقسموا أيضا إلى قسمين، علماء التفسير كما يذكر الطبرسي رحمة الله عليه في مجمع البيان، يقول البتك يتبنى هو هذا الرأي، البتك قطع من الأصل، يعني قطع الأذن مع الأنعام من الأصل، وهو المروي عن أهل البيت عليهم السلام، لا سيما الإمام الصادق سلام الله عليه، وارد أنه قطع من الأصل، الأذن أذن الأنعام، أذن الظأن، المعز، البقر، الإبل، إذا قطعت من الأصل يعبر عنها بأنها بتكت آذان الأنعام. رأي آخر يقول لا، مو قطع من الأصل، وإنما لو قطعت جزء من أذن هذه الأنعام الثلاثة أو الأربعة فهو يكفي أن يتحقق هذا، بل يكفي مو جزء، بل يكفي إذا شققت. هي وين القضية؟ وين؟ المشكلة مو بهالشكليات، المشكلة تكمن في قضية أخطر بكثير من هذا الشكل، سواء قطعت من الأصل أو جزء أو شققت الأذن لهذه الأنعام. المسألة كالتالي، العرب وما أدراك بالعرب، العرب اللي مو أنا بحكي، الزهراء عليه السلام في هذه الرواية المعروفة اللي تنقل في كتب المسلمين، زين؟ الرواية كالتالي، هاي في خطبتها الشهيرة المعروفة، وكنتم على شفا حفرة من النار، تتحدث عن العرب، تتحدث وما يقولون سائلة العرب قريش، سنام العرب قريش، تتحدث عن سنام العرب، تتحدث عن شخصيات العرب قريش، شو تقول؟ تقول وكنتم على شفا حفرة من النار. أنا أدري الجميع يدرب هذه الكلمات، ولكن خلنا نتأمل بها، شوف إيش قد تقيم العرب، ها؟ هاي الآن هاي دوخة العرب الآن، زين، والعرب وغيره، شوف شنو تقيمهم. وكنتم على شفا حفرة من النار، مثقة الشارب ونهزة الطامع، تقتادون القد وتأكلون الطرق، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس، لا لا لا، أكو وحدة عبرتها، وموطئ الأقدام، تعرف شو موطئ الأقدام؟ يعني جو رجلين تنداشوا، يا العرب يلي تفكرون ما تفكرون عبر التاريخ، هذا كان واقعكم بالتاريخ، تقتادون القد أذلة خاسئين، موطئ الأقدام. نعم، تقول الزهراء ارتفعتوا بي، من ارتفعتوا؟ مو أنتوا رفعتوا نفسكم، فأنقذكم الله بأبي محمد. الله صل على محمد وآل محمد. وشلون حديث بأبي أنت وأمي يا فاطمة؟ تقول بعد التي والتي، مو قاعد مرتاح. هاي شوف هسه ذولا اللي الآن شوهوا صورة دين رسول الله، ردوا الدين إلى أعقابه. الآن إحنا ما عندنا نشر للدين، عندنا دفاع، عندنا رد شبهات، عندنا رد إشكالات. تقعد ويا بالجامعة ترد الشبهات على الإسلام، تقعد مثلا بالشغل ترد الشبهات على الإسلام، ليش هاي صارت؟ وليش فجر؟ وليش قتل؟ وليش هالدماء؟ ومنو أنتم؟ وليش؟ وشنو هالتبنيات؟ وعندكم معقولة بالقرآن؟ نظرية ذلك مشكلة الآن كبيرة نعاني من عدها، مأساة حقيقية. والله الآن الإسلام ضحية كبيرة مهمة، زين؟
يذبح الآن أمام أعين السنة والشيعة. هسه ينقلون ما أدري، ينقلون عن غاندي، ينقلون عن غاندي يقول كلما كان المقاومة، مقاومة الشعب الهندي للاحتلال الإنجليزي تقوى، كل ما تشتد يجيبون لهم بقرة يذبحوها ويذبحوها بين المسلمين وبين الهندوس، وتصير المشكلة، ها؟ وتصير النعيرة، نعيرة الطائفين. احنا هم الآن جاي تشتغل هاي علينا على قدم وساق. بالنسبة لهم قطعاً هاي مرة مرتين ثلاثة عشرة عشرين علماءنا جزاهم الله خير، المؤمنين المنابر، ها؟ تقول الله الله في دين رسول الله، الله الله في الوحدة الإسلامية، الله الله في دماء المسلمين، حرام أنفسنا غير الموتشي علماءنا وحديثهم. ولكن في بعض الأحيان قد توصل القضية إلى درجة تخرج يعني من إطارة. هم جماعة يقتل واحد مثلا أخوه ابنه غيره يتعرض إلى ضغط كبير وهو مو لاكن التزامه، ربما يقوم بعمل من هذا القبيل، وبالتالي تبدأ هم ينتظرون هذه القضية حتى تبدأ الفتنة على أشدها. هذه موجودة الآن على ضخامتها، ولكن تعلو وتكبر بدرجة كبيرة بعد أن يحصل هذا الرد الفعل. لكن إن شاء الله تبقى الأمور تحت السيطرة، ونتخلص من بعض المنابر اللي ربما الآن جاي تضع يعني ما أدري شو يقولون البنزين على النار وتقوم، لأنه ثق واعتقد بالله. ليس من صالح أي مذهب، أي جهة، أي تيار، أي دولة. أنا استغرب من بعضنا لما يتكلم يقول ربما الغرب يعني في دولهم يرعى مثل هيك أمر. لا والله أبدا أبدا، لا يمكن لعاقل أن يقبل في دولة ما أنه يصير التوجه أنه يديرون بالهم على جماعة دون جماعة، لأنه أنت ما تضمن الجماعات كلها، أنت مو هم 15 واحد ولازمهم بدين، هو تيار كبير، وبالتالي ربما نتعرض إلى مشكلة. لهذا لا من الناحية العربية، لا من الناحية الإسلامية، لا من الناحية المذهبية، حتى في هذه البلدان لا يمكن للطائفية أن تكون لها فوائد أبدا. لهذا هي عبارة عن حالة منتنة تدخل إلى الأمة الإسلامية، وما يريدون على حال أن تنمو هذه القضية. فالزهراء عليه السلام، تقول أنتم بهذا الشكل شوية عقلوا، ها؟ لا تقول أنا، أنت منو؟ أنت إنسان كنت موطئ الأقدام، نعم بلاد فارس ترفع مثلا أنفها إلى السماء حضارة، الروم يرفعون أنفهم إلى السماء حضارة، الصين ترفع مثلا أنفها إلى السماء حضارة. رسول الله في وقته يقول اطلب العلم ولو كان في الصين. أنتوا شو؟ أنتوا أدلة خاسئين، زين موطئ الأقدام، تقتادون القد، تأكلون الطرق. الله نجاكم بالإسلام، بالدين صعدكم، دير بالكم على هذا الدين. المهم فكانت عندهم عادات ما أنزل الله بها من سلطان. من جملة هذه العادات أنه كان يجون إلى هذه الأنعام الأربعة، يجون إلى الضأن وإلى المعاز وإلى البقر وإلى الإبل، يجون إلى ذنب شو يسوون؟ يبتكون آذانهم، يقطعون آذانهم، بس جزء أو كل الآذان، ويسموهم بتسميات، مثلا يسموها بحيرة، يسموها سائبة، يسموها وصيلة، يسموها حام، يعني شو؟ البحيرة على وجه السرعة، تلك الناقة التي أولدت أربعة بطون أنثى، أنثى وراء أنثى، الخامس إجا ذكر، قالوا هذه بعد لا، ما تنجاز، لا تؤكل، لا تشرب، لا تركب، ما نستفيد من عدها، جيبوها ذبوها، بس وين يذبوها؟ يودوها إلى الأصنام، الأصنام مين كان عليها؟ سدنة، سدنة شو يسوون؟ بعد السائبة هذا اللي عنده نذر ينذر مثلا الله وما تولد، يعني نظرهم الله الأصنام لا تولد، أنه إذا شافا ابني، إذا رتب قضيتي، إذا كذا، أنا هاي نذر. هاي المنذورة، الناقة المنذورة بعد ما تنجس أيضا ما يستفيدون من لا لحمها لا لبنها لا غيرها، ويذبوها ويودوها، يودوها للأصنام، اعتبار هي منذورة لهم. شو يسوون السدنة؟ يذبوها.
بعد الوصيلة شنو؟ تلك الشات التي أولدت أنثى وبعد الأنثى أولدت ذكرا. يقولون وصلت الأخت أخاها. يعني طبعا الشات أو الناقة إذا أولدت أنثى إذا أولدت ذكر فالذكر إلهم، إذا أولدت أنثى الأنثى لمن؟ للأصنام لله بزعمهم. وين تروح عند السدن تنضم عند السدن. هل القرآن يقول ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى؟ لكن هذه الوصيلة شنو؟ الوصيلة جابت أنثى وبعد الأنثى جابت ذكر، فوصلت الأخت أخاها أيضا أن تترك، فما حد يجيز. وين تروح؟ تروح للسدن. يعني ذولا ما سبحان الله، يعني رجال الدين إذا ما كان أكو دين شو يشتغلون على الناس؟ شو يضحكون على الناس؟ إذا ما كان إن شاء الله علماءنا وفقهاءنا وساداتنا وعلماءنا أجل من هذا. أنت تحدث أنه سلاح الدين، شوف في بعض الأحيان من يصير ذول سلطنة الدين عليهم بحيث ما أدري عقولهم زين، أنتم شوفوهم ذني وين جاي يذبوهم؟ من يجوعون دور السدنة يأكلون الناس ما تستفيد، بس ما يستفيدون بعد. أما الحام لا، الحام ذلك الذكر الذي لقح مثلا فالعشرة أبطل، ويقولوا لا حما ظهره بعدها بينعرف ما حد يجيسه يترك أيضا لا يستفاد منه. القرآن الكريم يقول هاي الظاهرة ظاهرة بحيرة، مو القرآن يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. يقول هاي الوسائل شيطانية، أنا نزلت لكم الأنعام تأكلوني، أنا جبت لكم ذني وسائل لتركبوا لتأكلوا لتشربوا لتلبسوا من خلالها، أما أنتم حاطين قطعتوا آذانهم لا تستفيدون من هذا عمل الشيطان، هذا اللي يفتح لكم باب أن ما أحله الله شنو يحرمه عليكم، هو حلال ولكن الشيطان يجي يحرم عليهم، أو لا بالعكس ويفتح لهم باب شنو باب تحويل التلاعب بالأحكام الشرعية من حلال إلى حرام ومن حرام إلى حلال. ولذلك أي تلاعب بهذه اللغة، لغة الأحكام، لغة المفاهيم الإسلامية، أعلم أن وراءها شيطان. لأبتكن آذان الأنعام، يعني أنقل هذا الأمر الحلال المباح إلى أمر حرام. بس قد تسأل تقول عود ليش ذني الأنعام الأربعة؟ ليش مو بالخيل، بالبغال، بالحمير، أجلكم الله بغيرها؟ ليش بالأنعام الأربعة؟ السبب يعني واضح وأساسي، أن العرب عيشتها الأساسية على من؟ على هذه الأنعام الأربعة. هو ايش عندهم؟ شنو عندهم بنوك؟ عندهم شوبينج سنترات مثلا؟ ما عندهم شيء، كل ما هنالك ثروتهم المالية الاقتصادية بل حتى الاجتماعية. يعلمون مثلا يجي واحد يقول مثلا حاتم الطائي كذا، إلى وزنه واعتباره بالمجتمع، يعني عنده شنو؟ عنده أبقار، عنده إبل، عنده إلى وزنه واعتباره المالي، إلى وزنه واعتباره الاقتصادي، الثروة المالية، الثروة الحيوانية كلها وين؟ اللحم، اللبن، غيرة، صوف، يعني كل المنسوجات اللي كانت تلبس كانت من هذه الأنعام الأربعة بشكل عام، أساسيات جدا. الشيطان دخل بهذه الأساسيات. دائما كل عمل أساسي مهم، كل مادة مهمة أساسية يدخل بها الشيطان يحاول أن يتلاعب بها، ولذلك اشتغل على هذه النقاط المهمة. طيب شو ترتب؟ ماذا ترتب على هذا الأمر القرآني؟ ماذا ترتب على فلأبتكن آذان الأنعام؟ ترتب عليها فرد حكم، مسألة فقهية، حكم شرعي، محل ابتلاء عندنا، لا بأس أن نسلط الأضواء عليه، محل ابتلاء.
خصوصا بالحج ومسألة الهدي. شنو هذا الأمر أو المسألة الفقهية؟ علماء يقولون لا يجوز ولا يجزئ أن يذهب الإنسان إلى الحج ويذبح هديا هذا الهدي فيه عيب، ويذكرون جملة من العيوب، من جملة المعايب أو العيوب اللي موجودة اللي لا يجزئ معها الهدي أن تكون الأذن شنو مبتكة، يعني مقطوعة. مو قضية عادية، مو سهلة وبسيطة، يعني قضية فيها حكم شرعي. يعني لا يجزئ اللي يروح للحج عليه، المفروض يطمئن من صاحب الحملة، يطمئن من اللي يذبح له الهدي أن ما تكون الأذن شنو مقطوعة، وهذا محل اتفاق كل المذاهب الإسلامية. أنا راجعت بمقدار ما أستطيع، كل المذاهب الإسلامية متفق على هذه النقطة، النقطة وايد مهمة. ولهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يقول كنا نروح مثلا إلى الحاج، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نستشرف الهدي، نستشرف نشوفه، نشوف الهدي، نستشرف الأذن ونستشرف العين. وفي رواية أخرى قال من تمام الأضحية أن شنو؟ أن يستشرف الإنسان الأذن إن لم تكن مبتورة مبتكة مقطوعة، وحتى إن لم تكن مقطوعة من الأصل يعني جزء من عدها أو مشققة ربما داخل شنو؟ لأنه لو بتكن آذان العرب مختلف، يعني عند العرب الآراء فيها، فمن باب الاحتياط أنت تبتعد حتى من هذا القليل، القطع القليل للأذن حتى تقرأ ذمتك بينك وبين الله. تقول لي زين عيد الأضحى شلون بعض المؤمنين يذبحون؟ حقيقة هاي الحقيقة اللي تذبح عن الشخص، عن الولد، عن غيره، لا هاي ما يشتغل. يعني إذا ذبحت وفيها هذه العيوب مجزئة، لكن الأفضل الأحسن الأكمل الأداء شنو؟ أنه تكون ما بها المعايب، وإلا إذا ذبحت مع هذه مع هذا بالهدي، يعني بعيد الأضحى، عيد الأضحى مو اللي موجودين بالحج، اللي موجودين بالحج أصلاً لا يجزئ الهدي مالته، مشكلة تكون بالحج. أما لا ما رايح أنا للحج، قاعد هنا بهذا البلد وأجي أذبح قربة إلى الله أضحية هديا حقيقة عن ولدي، يصير 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 مثلا حتى لو كانت الأذن شوية مشققة مقطوعة يقولون نعم، الأفضل أنه ما في هذا الشيء. أما إذا صار فيجزئ ما في زين. هذا يعبر عنه شنو؟ بتحريم الشيطان. الشيطان أربك الوضع فأراد أن يحرم على الناس هذا الأمر. في قبال هذا التحريم الشيطاني هناك تحريم رباني، هناك تحريم رباني للأنعام. عجيب شاء الله عز وجل. ليش حكى على الشيطان من حرم منه؟ إيه ذاك الشيطان، ذاك ما يعرف بالمصالح، ها اللي يربك الوضع، بينما رب العالمين هو الأدرى والأعلم بالمصالح. ولهذا رب العالمين قال جملة في القرآن الكريم ترتبت عليها تحريم بعض الأنعام. شنو هذه الأنعام؟ حرمت عليكم شنو؟ الميتة بعد، والدم بعد، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة والنطيحة. والنصيحة النصيحة المقبولة. فإذا خنج الآن إلى هذه الآية، الآية قالت ميتة، والميتة بعد ما يحتاج واحد يتكلم، لم تذبح للوجه ميتة. بعد الدم، الدم هم واضح، الخنزير هم واضح أجلكم الله، ما أهل لغير الله به هم ماتين واضح، أن يذبح الشيء مو لوجه الله، أذبح قربة إلى محمد، أذبح قربة إلى صديقي، أذبح قربة إلى حزبي، إلى دولتي، إلى غيره، شيء لو تذبح الزبان أهل لغير الله. وراء شنو قالت الآية المباركة؟ قالت الآية المباركة والمنخنقة. المنخنقة بعض الأنعام قد تخنق بوثاقها، يشدون بها حبل ويجروها
وهذا بناء شنو جاي يجر بيها يعاين وإلى يشوفه مخلوق قبل شيل منه هاي ما تركي. في بعض الأحيان لا توضع الحيوان العام توضع في مكان بهوى ولكن هو يجيب رأسه مثلا يخليه في مكان خالي من الهواء يبقى فترة إلى أن يموت صارت وياه. أنا اشتريت اثنين أجلكم الله من الخرفان في إيران وحطيت بالسيارة مشدودة الأرجل مالتها زين واحدة سبحان الله كنت ملتفت لهذا الموضوع واحدة سبحان الله وكانت السيارات هاي في إيران فيها غاز لورا في الجعبة مالتها فإجت جابت راسها خليتها بين القنينة مال الغاز وبين يعني البدي مال السيارة. أنا فتحت لقيت واحدة نايمة وواحدة قاعدة سبحان الله شلناها شنو؟ تبين هاي منخنقة يحرم أكلها. أكو عندنا موقوذة، الموقوذة هي التي تضرب بالعصا إلى أن تموت. هاي موقوذة أيضاً يحرم أكلها. بعد والمتردية، المتردية اللي تسقط من شاهد من سطح غيره تسقط إلى الأرض تموت. بعد والنطيحة، النطيحة تلك التي تضرب أختها فتموت ضربة قوية عند قلب غيره فتموت. طبعا الشيء بالشيء يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم قاعد وأمامه فت قطيع من الأغنام غيره وكان النبي مع أصحابه صلى الله عليه وآله وكان دائما رسول الله يعني يستثمر كل الفرص اللي بها مجال أن تؤثر على الناس حتى ولو واحد يصورها مو قضية مهمة ولكن يستثمر هذه الفرصة لإيصال فكرة لإيصال موضوع معين خصوصا فيما يتعلق بالمواعظ. فقاعدين مسلمين ويا النبي صلى الله عليه وآله وإذا وحدة من الخراف تملك غرنا فضربت أخرى فسقطت ماتت. إيه اتأذروا أن هاي خطية يعني ضربت بهالشكل. قالهم اعلموا إن الله عز وجل لا يقتص من القرناء للجماع. هاي اللي ما عنده قرن ما دافع عن نفسه. وذيك اللي عنده قرن هو تضربها تأذيه. بالتالي ضربة ضربتين ثلاثة تموت. لا تتصورون هاي القضية هم ما تنسها. إن الله لا يتشف عبد رب العالمين محكمة العدل الإلهية اللي ما يضرب بها أحد. إن الله لا يقتص من القرناء اللي عنده قرن إلا للجماع اللي ما عنده قرن. فعندنا النطيحة تلك التي تنطح من قبل أختها فتموت هذا أيضا شنو محرم. فإذا في قبال هذا التحريم الشيطاني عندنا تحريم رباني هذن الأمور والله علق رب العالمين قال ذلكم فسق. يعني شنو فسق؟ احنا ندري الفاسق أجلكم الله هو ذلك الإنسان العاصي الإنسان خارج عن طاعة الله عز وجل. إذا شنو دخل ذلك الفسق بقضية المتردية والنطيحة وما أكل السبع وغيره؟ القرآن كأنه يريد يوصل لنا هذه الرسالة. يقول الفسق هو الخروج عن الجادة. مرة هاي الجادة جادة طاعة الله عز وجل تخرج عنها تكون فاسقا. فيعبر عنك بأنك شنو فاسق. هنا الحالة الطبيعية الجادة الطبيعية أن الإنسان يأكل صحيحا سليما معافا ما به مشكلة هذا طبيعي اللي موجود عند العالم. إذا ما تعرضت الحيوانات إلى شيء من هذا القبيل خرجت عن الجادة فتحولت إلى فسق وأنتم عليكم أن لا تأكلوا الفسق لأن هذا 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 بمرض هذا بمشاكل ولا أريد أن أدخل في اللي ذكر العلماء في خصوص الميتة وآثار الميتة وما تحول الميتة من مشاكل صحية للإنسان. لهنا عرفنا إذن أن هناك أنعام أربعة هذا الرأي المشهور هذا الرأي اللي يكاد يكون تقريبا مطبق عليه عند الفريقين عند السنة والشيعة عند المفسرين عند يعني أهل الحديث عند الفقهاء يقولون الآية المباركة جاي تتحدث عن أنعام أربعة تتحدث عن ظأن ومعز وإبل وبقر
هذني اجى الشيطان ام عند العرب كان يبتك الاذان اما يقطعها كاملا او جزء من عدم من اجل ان يحرمها على الناس يشتغل عليهم ما يقدر. هذا شنو؟ هذا الرأي المطلق تقريبا عليه. في خلال هذا الرأي اود ان اشير الى رأي اخر. ما اريد ادخلك بزحمته ها، بس خاف تدري انت يعني الان عالم الانترنت والاطلاع على المعلومات وما اصبحت المعلومات خفيه على كل احد، ابسط الاشخاص واقل الانسان افرض وجود علمي يمكن انه يحصل على المعلومه بسهوله اذا يكتبها بس يقراها. فخاف تسمع برايي، هو رايي حديث جدا يعني ربما خلال هالسنه او السنه اللي مضت انطرح هذا الراي من قبل دكتور سوداني اسمه الطيب عماد بابكر حسن، عنده كتاب اسمه آذان الأنعام، واللي يحب يرجع إلى يعني إلى المصادر في الإنترنت ويكتب هذا الكتاب آذان الأنعام للكاتب السوداني الطيب عماد بابكر حسن، وهو موجود بالبي دي اف يمكن ينزل ويطلع عليه يقرأ. أنا ما أريد أتكلم عن هذا الكتاب ولكن أبين لك وجهة نظرة، طبعاً وجهة نظر إجمالاً منذ البدء أقول غير صحيحة ومردودة، ولكن أريد أبين لك النظرية لأنه ربما الإنسان من يسمعها أو يقرأ الكتاب لوحده ربما أقول ربما تحصل هناك بعض الشبهات حول هذا الرجل. شو يقول هذا الرجل؟ يقول الآية المباركة ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، مختصر جدا يعني مختصر في بعض الأحيان يعبر عنه بالاختصار المخل لكن ما عندي وقت. هنا يقول هذا الرجل يقول الآية المباركة جاء تتحدث عن موضوع آخر، المفسرين راحوا بوادي والآية جاء تتحدث عن وادي آخر بعيد كل البعد عما تحدثوا عنه. يا بالوادي مالتك شنو بين الليان. يقول الآية المباركة جاي تربط القضية في قضية تطور الموجودات والأنواع الحية على الأرض، يعني مرتبطة بقانون التطور العام. شلون؟ يقول يعود كل أصول الموجودات النباتية والحيوانية بما فيها الإنسان يعودها إلى الماء. سأل همتين مو فشي جديد لأنه القرآن يتحدث عنه. وهو الذي جعل من وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا. الرأي اللي موجود عند المفسرين أن هذا الضمير أقرأ الآية من جديد، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه، منين يعودون هذا الضمير؟ جعل من البشر نسبا وصهرا، من هذا الماء الله عز وجل خلق نسب، نسب يعني أخ وأخت وأم وخال، ذول النسب. وجعل أيضا صهرة زوج، زوجة أبي، زوجة مثلا ولدي، زوج بنتي، هذا الصهر. فجعل منه نسبا وصهرة. هو شي يقول؟ يقول لا، يقول خلق من الماء بشرا فجعل منه، مو من البشر، من الماء، جعل من الماء شنو؟ نسبا وصهرا. يعني اصل الموجودات ماء. نعم ما احتفظ بخصائص الماء ايش خلو صار بشر؟ اللي احتفظ بخصائص الماء بشر، اما اللي ما احتفظ بخصائص الماء صار موجودات ثانيه. ولهذا يقول كما ان الموجودات نمت وتطورت ها، ويقول عنها القرآن أنه نبتت نباتا مثل النباتات، أنتم كذلك ما تنبتوا كالنباتات، والله أخرجكم من الأرض نباتا. أنت تحدث عن نظريتها. هنا الرجل يقول أنا بالنسبة لي أرى بأن الإنسان مثل بقية الموجودات الأخرى في عالم التطور. طبعا نظرية التطور نظرية مطروحة يعني هي مو جديدة، بعضهم يرى أنه هناك تطور فعلا بالموجودات بالملايين
من السنين تطورت الأنواع الحيوانية والنباتية، وعندنا يعني تكاد تكون أمر مسلم بالنظرية، نظرية التطور، وبعضهم يعني يدخل الإنسان، يعني المشكلة بالإنسان، بقية الموجودات بها تطور خلال الملايين من السنين. بعضهم يقول الإنسان أيضا من هذه الموجودات، هم قبل ملايين ملايين من السنين أيضا كان عبارة عن يجوز خشبة لو نبات لو ساق، وتطور تطور تطور إلى أن وصل إلى هذه الكيفية اللي هو وصل إليها. بعضهم هكذا يعتقد ويستدل بالقرآن الكريم خلقكم أطوارا، وبعضهم يرفض هذه القضية، ما يقبل، يقول لا الإنسان خارج عن هذه النظرية، نقبل بذنيج بس الإنسان لا. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، مما يعني دفعة واحدة خلق الإنسان. زين، هذا الرجل يقول يبدو أنه هكذا، يبدو أنه يعتقد الإنسان مثل الموجودات الأخرى، تطورت تطورت من حالة من حالة إلى حالة، إلى أن انتقل أثناء التطور من إنسان أدنى. يعني شنو إنسان أدنى؟ يعني شلون في فترة كان نبات، ما أدري في فترة كان بعض الحيوانات مثلا، إلى أن تطور وصل إلى مرحلة انتقل من إنسان أدنى إلى إنسان أرقى، صار عنده عقل، أعطي العقل من قبل الله عز وجل، وخاطب الله عز وجل الملائكة قال لهم في ذيك الفترة سمعنا كم مليون سنة، خاطبهم قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. فمن إني جاعل في الأرض خليفة بعد شنو؟ أعطي العقل لهذا الإنسان وكل من قبل الله عز وجل. هنا رب العالمين رحمة بالناس ورحمة بأمورهم، إيش نزل عليهم؟ نزل عليهم شنو؟ أنعام أربعة، نزل عليهم الظأن والمعز، ونزل عليهم الإبل، ونزل عليهم البقر. ليش؟ قال لأنه ذولا كانوا موجودين ما عندهم شعور بوجود الله عز وجل، وبدأ الإنسان الآن كلف بالإيمان بالله تبارك وتعالى، فالله عز وجل نزل عليه دليل على وجوده، فنزل أنعام. يقول القرآن هكذا يقول لما نيجي للأنعام، البقية كلها يقول خلق خلق، لكن لما نيجي للأنعام يقول شنو؟ أنزل لكم من السماء ثمانية أنعام، ثمانية أزواج أنزل. فإذا نزل ذيك الفترة لما كان أكو عقل عند الإنسان، انطى شنو؟ انطى هذه الأنعام الأربعة. عاين هذا الإنسان شاف هاي الأنعام الأربعة، خلاف الأسد، خلاف النمر، خلاف القط، خلاف ذنيك المتوحشة الشاردل، وإذا أنعام وديعة أليفة طيعة، يستفيد من شرابها، من لحمها، من وهي مهمة. زين، ورآها أمام عيني كيف نزلت إلى الأرض، عند ذلك تحولت إلى دليل من أدلة وجود الله تبارك وتعالى. هل القرآن يعبر عنها شنو؟ بأنها أذن، أذن بمعنى أذان، بمعنى منبه، مو بمعنى الأذن الأذن، وإنما أذن لأبتكن آذان، آذان بمعنى الآذان، الأذان اللي هو منبه. فهذن الأنعام الأربعة اللي نزلت على الإنسان عبارة عن منبه، ينبه الإنسان إلى وجود الله تبارك وتعالى. الشيطان إيش قال؟ قال أنا ذني اللي هن يذكرن بالله ويدللن على وجود الله راح أشتغل عليه، راح أسقط لهذا الدليل على وجود الله تبارك وتعالى. شنو قال؟ قال لأبتكن آذان الأنعام، أقطع هذا الدليل، أخربط هذا الدليل، أشوه هذا الدليل على الناس. في وادي آخر أصلاً غير الوثائق الجدح صحيحة، هذا رأي، ولكن هذا الرأي مناقش ومردود، أنا أقول لك من البيت مردود، لأنه هو عبارة عن فرضيات، كون واحدة من الفرضيات اللي حتى نوعا ما نمشي كخطوة بهذا الاتجاه ونقبل هذا الرأي كرأي علمي، حتى نقبل كون العلم الآن يقول البقر والظأن والمعز والإبل ما داخلات في عالم التطور، وإنما نزلت دفعة واحدة، كل ثبت العلم، وهذا حتى دون إثباتي خط القتاد، لكن حبيت أنوه إلى هذا الرأي وملخص هذا الرأي. خاف تسمع عنه كتاب آذان الأنعام ترى يشير إلى هذه القضية، وهي مردودة لأنها مجموعة فرضيات
يعني ما عندنا في الجانب علمي يؤكد هذه القضية، نقبل من عندك. الإنسان كان ما أدري شنو، كان مثلاً جوز باقل، كان في وقت ما مثلاً شجرة التوت، ما أدري. لكن أنت كون ثبت لي أول شيء أن هذا الأمر أولاً حقيقة علمية أن الإنسان متطور كبقية الموجودات الأخرى، هذا واحد، مو فرضية، يعني فرضية علمية قد تقبل وقد لا تقبل. القضية الثانية أنه ثبت لي أنه ذني يطلع عليها علماء يعني عالم الحيوان والتشريع الحيواني، يقول ذني ما دخلت باي سلسلة التطور نسلاً دفعة واحدة، يا الله نخطو خطوة معك، كلها فرضيات. ولذلك الرأي الأسلم ولا صح كما يذهب له جمهور المسلمين هو أن الآية تتحدث عن هذه الأنعام الأربعة، الأنعام الأربعة اللي حاول الشيطان شنو من خلال تبتيك وتقطيع آذان الأنعام أن يتلاعب بأحكام الله. هو هذا هنا المغزى الحقيقي من الآية والفقرة، أن يتلاعب بأحكام الله. من هنا بعد تعرف الآية المباركة ليش تقول الروايات نازلة في أهل البيت مو في سورة إبراهيم، على ما أعتقد ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوها من حالة يعني إيمانية صحيحة المفروض يستفاد منها إلى حالة شنو ابتعدت الأمة عنها ولم تتعامل معها. كما قضية الأنعام حلال جائز، وإذا تحولت إلى شيء شنو لا حرام يبتعد عنها الإنسان. هذول همتين، ولاية علي آل بيت رسول الله الإمامة الولاية تركت فيكم كل هذا الحكي، وإذا بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وهذا البوار اللي جاي نشوف، هاي من نتائج هذا البوار اللي جاي نعيشه بأعلى درجاته. الآن هاي الحملة الشعواء على ديننا تركت هذا الدين بوار. الآن جاي نشبث بالتاريخ بأهل البيت، بفكر أهل البيت، وإذا بالتاريخ أبعدوا، ها طلعوهم من هذا الخط اللي يمكن أن يستفاد بي من هذا الجانب. المهم، فلذلك الآية المباركة جاي تتحدث عن هذا الجانب، وإذا سكرت الأجواء على أهل البيت عليهم السلام فلم يتناول فكرهم. ويا ريت هسه خلي ما يتناول فكرهم ممكن، ولكن تتبعوه تحت كل حجر وبتر. يا أمهاني والله ما أدري، يعني هل يمكن لعاقل أن يعني أن يقبل أن شخص كالحسين اللي على ظهر رسول الله على يد رسول الله يقبل النبي، ها والأمة تشوف، مو يعني نقلولة، شوف وهم نفسهم كانوا موجودين بعضهم زين في زمن أبي عبد الله الحسين، وإذا سيد الشهداء بأبي هو وأمي شو يقطع إربا إربا، ويا ريت يقطع إربا إربا، يعني يتتبعون الحسين حتى بعد شهادته، يمنعون الناس من الذهاب إليه. لكن سبحان الله، أنا قبل تقريبا فترة من الزمن جاني مقطع فيديو صغير لأحد مراجعنا، الله يمد بعمره، الشيخ بشير النجفي يحفظ كل مراجعنا إن شاء الله. واقعا يعني أخذ من نفسي يعني مأخذ كبير، مقطع صغير، كان ملتقي بزوار أبي عبد الله الحسين يوم الأربعين، ومقطعين مقطع صغير ودزوا لي على الواتساب. أنا بعد خلص راح أختم حديثي به لأنه أرى مناسب جدا. يقول داخلين جماعة عند يتحدث وياهم، يقولون إخواني يا أولادي يا أحبائي، أنتوا لما تروحون للحسين عليه السلام مو تزوروا
أنا ما أمنعكم يعني تزورون الحسين وتقولون يا رب هذا يريد مرأة وهذا يريد شهادة وهذا يريد ولد وهذا يريد زين طلبات ما حد يمنعكم لا أنا ولا غيري من المراجع يمنعوكم من أن تروحون للحسين تحت قبة الحسين استجابة الدعاء ما حد يمنعكم عني من هذا الشيء أبدا لكن يا عمي هاي مو زيارة للحسين هاي زيارة لك أنت تريد تروح وتقضي حاجتك هناك الله ييسر أمرك هناك يا ابن الحسين ترى زيارة الحسين للحسين تختلف شلون شيخنا بدأ يتكلم الله يطيل بعمره بدأ يتكلم وتتغرغر الدمعة في عينه إلى أن انفجر بالبكاء شلون شيخنا يقول يوم اللي تروح لزيارة الحسين عليه السلام أنا ما أتجرأ أقول هذه الكلمة لكن هو ينقل يقول أستاذي علمني قال لي بشير يوم اللي تروح إلى قبر الحسين وتطب إلى كربلاء ها ويصير أمامك هذا الضريح الشريف يا أبي عبد الله أسأل الله أن ما يحرمنا من عنده يقول لما نطب إلى داخل الصحن الشريف راح تشوف قدامك شنو راح تشوف قدامك هذا يعني الحديد يعني الفضة الشباك أنت يا بشير بمشاعرك بأحاسيسك بقلبك بعاطفتك بتشيعك بحبك للحسين لا تشلل بالضريح بس لا طب داخل الضريح إيه لا تبقى يم هذا الشباك الفضي لا إلزم الشباك وادخل بمشاعرك بأحاسيسك قول داخل هذا الشباك الفضي هناك قبر بعد ويقول افهم يا بشير لما نطوب داخل هذا القبر راح تلقى واحد نايم على حصير وهذا اللي مسجع على الحصير مقطع بالسيوف إرب بعد يا بشير راح تلقى هذا اللي مسجع على الأرض إربا إربا مقطوع الرأس يعني ما ندري يا بشير ويبكي يقول ما أدري رأس الحسين رجع مرة أخرى إلى كربلاء أم راح نلقى هذا الجسد بلا رأس في هذا بعد اسمع لأعظم ولدها يقول له يا بشير لا تنسى يوم اللي تنظر إلى جسد الحسين مسجع على الحصير اعلم بأن هذا الصدر الشريف لأبي عبد الله قد قطعته الخيول إربا إربا يعني عشرة من الخيل داست على صدر المولى أبي عبد الله حتى كسرت أضلاعه كما تتكسر القوارير والله شفنا اليموت يجي دفا والله يحفر لا كبور ويفصل جفار شنو صار وياك أبو عبد الله والله ما شفنا اليموت يضل عريان والله تلعب علي وفعلا واقعا الشيخ الصدوق على الله مقامه يقول الإمام زين العابدين التفت إلى بني أسد قالهم يا بني أسد علي بحصير قال له ما تصنع به يا ابن رسول الله قال حتى أجمع بها أوصال أبي عبد الله المقطع فعلا جابوا له الحصير وصار الإمام يجمع أوصال الحسين المقطعة في هذا الحصير يقول بنو أسد ثم تركنا الإمام وتوجه نحو المعركة وسط المعركة اللي كان فيها أبو عبد الله إيش عند زين العابدين مشينا خلفه وإذا به يسقط على شيء يقبله وسوى مجلس عزاء عليه تدري شنو هذا الشيء يقول نظرنا وإذا به ذلك السهم المثلث
الذي سقط في قلب المولى أبي عبد الله. تدري ليش؟ لأن طلع الحسين عليه السلام إمامك الباقر يقول وجدي رسول الله لقد خرج معه ثلثي كبد أبي عبد الله. جمع هذه الأوصال الطاهرة وضعها في هذا الحصير وأنزله في ملحودة قبره. رادوا ينزلون وياه قال لهم لا انتظروني أنا عندي حديث آخر ويا أبي الحسين. هسه يطلع زين العابدين، هسه يطلع الإمام زين العابدين من أبيه. عادة الدفن ما يطول ها؟ يقول بنو أسد تأخر الإمام قلنا نشوف شنو صاير. نظرنا وإذا بالإمام قد وضع فمه، الله لا يبلي في هذا البلاء، قد وضع فمه الشريف على منحر أبي عبد الله. هبوا يا أنا الصار في وما جرب ناس حقك سيدي يا زين العابدين. ويا شفتك عثر بالخيل تمداياس ويتقال الوقت نزلتك بلا رأس. ايه والله تقال الوقت نزل لا رأس. عندي والله مصائب كثيرة لتحدث عنها ولكن اختصر اختصر لضيق الوقت. ها هنا يقول بنو أسد خرج الإمام، خرج من يعني من القبر، احنا ردنا هالمنظومة الى صدرنا، شفناه وايد تألم الامام، عظم الله لك الاجر، قال لهم دعوني قليلا انحنى على شيء قبله، يقولون نظرنا واذا به اصبع ابي عبد الله، يبدو لما نزل للحصير سقط شيء من اعضاء ابي عبد الله، ولهذا رمى بنفسي على هذا الاصبع. والله دور على مقطوع صبعه بالله عليك الجفة رجع. أنا عداي ما خلونا وضعه خداني غصب واسجب الدمعة. شلون شعر رحمة الله عليه؟ شوف الربط وأسألك الدعاء. والله ما يخفاك ظل عمه، الحسين ممدد مكسر الأضلاع مذبوح مقطع بالسيوف يا ربا يا ربا. شوف الربط يقول له ما يخفاك ظل عمه البضع ضلع الأصل. يا ميت ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك. يا الله إلهي أسألك أدعوك بحق الحسين المظلوم، إلهي بالحسين الغريب بالحسين العطشان ضمآن، إلهي بآبائه وأبنائه لا تدع لنا أمر إلا غفرته ولا هم إلا فرجته، لا سيما أهلنا في العراق، ولا مريضا إلا شافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا الله. المؤسسون من أوصالي بالدعاء تقبل اللهم أعمالهم، شافي مرضاهم، يسر أسرهم، تقضي حوائجهم، إلى أرواح أماتنا وأماتكم ومن مات على الإيمان، لا سيما أمات المؤسسين والحاضرين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.